معانا ملف خاص بموقع استخبارات إسرائيلي بينشر خريطة كاملة للمطارات العسكرية المصرية. يا راجل والله خرائط كاملة بشكل مبهر يعني، وانفجافات. والموقع ده على الفيس، على موجود اسمه موقع يعني اسمه نظيف. نظيف؟ نظيف اه، نظيف دوت نت. هو موقع خاص بالأرشفة البنية التحتية للجيوش والدول. وعندنا واحد هنا متخصص فيه اسمه إلياهو داكل، ده إلياهو دوت متخصص في أرشفة مصر. أي حاجة بتحصل من خلال جوجل وكده بيبتدي إن هو يرصد الإنشاءات والحاجات دي اللي حصلت مع التغيرات اللي موجودة على خرائط مصر، فبيسميها المصادر المفتوحة. ده هو هنا جايب بيقول التوسع في ترحيفة صديها تعفاء هاتسفائي في السلوم، بيقول توسعات في المطار العسكري بالسلوم، وكاتب كده تحديدا 12 مرفأ او مدخل للطائرات، 12 مرفأ جديد، وهو معلم عليهم همت اللي هم بالعلامة الحمراء أربعة همت دي مداخل للطائرات. ده مطار ايه؟ ده مطار السلوم اه، وعاملها أربعة، وادي أربعة تانية همت، يبقى كده 8، وادي أربعة تانية 12. وهو بيتكلم بقى ان الصورة دي متاخدة في يوليو 2016 او 26/6/2019، يعني لسه من كملتش قريب جدا يعني. اه يعني انا في شهر 6. وبيقول على المطار ايه؟ بيقول عليه ايه؟ يعني بيقول بيكلم على امكانيات المطار، على انها كويسه. وبيقول ان هو تم التوسع في المطار دوت، ان هو رصد من خلال الخرائط وجود توسع في مطار السلوم، وكاتب ان هو بالظبط التوسع شمل 12 وحده جديده، فهو اللي هي مداخل الطيارات، وهو علم عليهم بالاحمر. في عندنا خريطه تانية هو بيكمل بقى في الموضوع، قال طب تعالى نشوف بقى كل المطارات العسكريه في مصر يا راجل. راح راسم لنا بقى ايه المطارات اللي في غرب مصر، اللي في المنطقه اللي على الحدود مع ليبيا، وعلم عليها ايه بالارقام 1 2 3 4 5 6 7 8، وكل واحد كاتب الرقم بتاعه. يعني واحد اللي هو المكان ده بيقول لك سديته عفا، يعني المطار اسمه مطار العسكري في مرسى مطروح، ده اللي هو رقم واحد. اتنين. رقم اتنين بيقول عليه بقى ايه نمال سفائي النجيلة في ده برضو المطار عسكري في النجيلة، منطقة اسمها النجيلة ده مهبط. اللي تلاتة اللي هو سيدي براني، اللي هو رقم تلاتة مطار عسكري سيدي براني. اربعة بيقول عليه اللي هو السلوم، مطار مدني في السلوم، عامله باللون الازرق اللي هو انت جبته من شويه. اللي هو الازرق مطارات مدنيه، والاحمر مطارات عسكريه. انا بتكلم هنا على التفصيل، المعلومات موجوده بالتفاصيل دي كلها. حتى المهابط كاتب عليها، يقول مهبط للمدني. لو في مهابط يعني مكان مخصص لهبوط الطائرات بيكتبه، يعني بيكتب المطارات الرسميه وكمان الاماكن المعده لهبوط الطائرات سواء عسكريه او مدنيه. عندنا خريطه تاني برضو جابها اللي هي انفوجراف كامل بقى لكل مطارات مصر، عندهم 14 مطار عسكري في اللي احنا شايفينه ده كده، وكاتب هنا التوسع في المطارات العسكريه اهو، ارحافات سادوت عفا سيفائيين بمصرين. خريطه كامله بالمعلومات عن التوسعات التي حدثت في المطارات العسكريه في مصر، ومقسمهم هنا بالجزرة يعني حسب المناطق. سيناي عنده حاجة اسمها الرفيديم والعريش. الرفيديم ده وقت اللي هو مطار مشهور، كان اسمه ما هو اسمه الرفيديم، اسمه حاجة تانية مصري عندنا باسم تاني. تمام. هو اسمه مطار المليز. المليز ده ما قديم قوي. بس هو مكانة اسرائيل احتلته كانت مسميه المنطقه دي الرفيديم، بس هو يتبع منطقه شمال سيناء في مركز المليز. مركز المليز والعريش. فقالوا ده التوسعات كانت في 2016، هو كاتب هنا سيناء فيها اتنين اهوت، المليز والعريش اللي تحت دي بقى، ودي القاهره ومنطقه السويس، وجايب فيها بقى مطار الصالحيه، القطاميه، بير العريده، الغردقه، المطار القاهره الغربي، مطار دهشور، وكاتب هنا وكاتب عدد المنشآت اللي جوه كل مطار. يعني هنا مسبار متكان اللي هي منشأة في كل مكان. يعني في الصالحية التجديدات في 2016 آخر حاجة، وبعدين بيقول أماكن الطائرات 20، المنشآت اللي موجودة في المطار 613، القطامية 2016، وهنا واحد برضو الأماكن المسافرين واحد، وبعدين كاتب المنشآت 623.
فهو ماشي كده. لو رفعنا لفوق جايب برضو لغاية حدود السودان. يا كل مطارات مصر يعني. كل مطارات مصر العسكرية ومقسمها بالطريقة دي. كاتب مثلا في الإسكندرية نقف هنا برج العرب 2007 آخر تجديد فيه، وبيكلم بقى في عمق الوادي أهو الأقصر ورأس بناس ده على حدود مع السودان أهو جفول سودان. في حدود السودان عندنا ثلاث مطارات، مطار أسوان وكونيت ورأس بناس، وكاتب في كل واحد فيهم برضو. هنا بقى في الجنب كاتب حجم المطار ده عسكريا، يعني لو يرجع لنا التاني كده اطلع فوق يعني نرجع تاني فوق، ده بيساوي الطاقة اللي في سيناء من المطارات العسكرية 10%، منطقة القاهرة وقناة السويس 55% من المطارات العسكرية. نطلع فوق كمان في منطقة اسكندرية والوادي النيل اللي هو النسبة الباقية. ما تطلع فوق يا علي. يعني 10% 55% والنسبة الباقية 35%، وهو طبعا محددهم وكاتب حتى والاخرانيين دول اللي احنا جبناهم الجفول لوف اللي هو على الحدود مع ليبيا معانا في سيوة، ارفع كده تاني وسيدي سلوم وسيدي براني وكاتبهم برضو العدد المنشآت الموجودة في كل واحد. فأنا شايف التخطيط كبير جدا بمعلومات. برافو عليك والله يا بكر جدا ومجهود رائع.